السلام عليكم. صباح الخير اخوت، صباح الخير لجميع المغاربه، وصباح الخير الناس اللي كيتبعونا واللي كيتبعوا هشام ملولي. المهم هذا الفيديو هذا درته غير دايز كما كنقولوا، حيت بزاف ديال الناس كيسولوني على اخويا احنا ما عندناش، حنا ما مقيدينش الضمان الاجتماعي، شنو غادي يديروا معانا؟ واش اخويا كاين شي دعم؟ واش ما كاينش شي دعم؟ واش هادي؟ المهم انا جيت نفكرهم بان بزاف ديال الناس خبارة وكاين بزاف ديال الناس واحد اخرين ما فخبارهمش. المهم الناس اللي ما مقيداش في صندوق الضمان الاجتماعي غادي تاخذ الدعم على جوج ديال المراحل. المرحله الاولى غادي تكون ابتداء من اليوم 2 30 مارس، اليوم الاثنين 30 مارس غادي يكون الدعم ديال الاسر المعوزه والهشه والفقيره، غادي يكون الدعم ديالهم الناس اللي كيتوفروا على بطاقه الرميد، اللي عندهم بطاقه الرميد واخا تكون مساليه لمده صلاحيه في ديسمبر 2019، يعني في جونفي 2020 تسالات، ماشي مشكل، حتى هما كيستافدوا، غير ما تكونش قبل ما هاد لاطات ديال ديسمبر وديال جونفي 2020. الا كانت تسالات لهم في جونفي 2020 ولا في ديسمبر 2019 حتى هي مقبوله، وغادي يستافدوا من الدعم اللي تعطيه الدوله. بالنسبه للدوله دايره الدعم الاسر المعوزه، بالنسبه انا عارف دابا الناس مازالين ناعسين، ولكن كي غادي يفيقوا بغيت كلشي يبارطاجي باش غير يفيقوا الناس يوصلوا لهاد الخبر، غير يفيق بنادم يشوف هاد الخبر هذا ويدير الاجراءات اللي خاصها تدار باش يستافد من الدعم للاسر المعوزه والطبقه الهشه والفقيره. المهم ولا عليك. المهم اليوم الاثنين 30 مارس هادشي تقال، هادشي اخبار اللي مأكد منها واخبار اللي يعني يقين وتاكدت منها، عاد عطيتها لكم وسمعتها في التلفازه في الاخبار ديال الاولى. المهم اخبار اللي مأكد منه. المهم المرحله الاولى غادي يكون الدعم بالنسبه للناس اللي عندهم بطاقه الرميد، الناس اللي عندهم بطاقه الرميد، وقلت لكم تكون على الاقل تسالات في 2020 جونفي 2020 ولا في ديسمبر 2019، هذا اخر اجل ديالها. الا كانت سالت هما غادي يستافدوا، واللي مازال خدام على عنده دابا حتى هو غادي يستافد. غادي يكون الدعم بالنسبه للناس اللي كتكونوا بجوج ديال الافراد غادي يكون 800 درهم، الناس اللي كتكونوا من ثلاثه ديال الافراد غادي يكون 1000 درهم، الناس اللي كتكونوا من اربعه ديال الافراد فما فوق غيكون 1200 درهم. هذا هو الثمن اللي خرجت لهم الدوله، وهذا هو الدعم اللي غادي يستافدوا منه. كيفاش غادي دير تسجل باش تستافد من الدعم هذا؟ غادي تهز بطاقه الرميد ديالك، غادي تاخذ الرقم ديالها، الرقم ديال بطاقه الرميد، غتصيفطو في رساله ل 1212، عقلوا معايا مزيان، غتهز الرقم ديال البطاقه، فقط الرقم ديال البطاقه ديالك ديال الرميد غادي تصيفطو في 1212. الخوت الله يرحم الوالدين اللي دخل يبارطاجي باش يوصل الخبر للناس باش يستافدوا من الدعم اللي دايره الدوله بالنسبه للاسر الفقيره والهشه. المهم باش يستافدوا من الدعم الناس اللي عندها بطاقه الرميد وتكون تسالات مازال خدامه، ولا على الاقل تكون تسالات في ديسمبر 2019 جونفي 2020، غيستافدوا حتى هما من الدعم. واللي مازال خدامه له حتى دابا راه خلاص هذاك راه غادي يستافد، غادي تهز الرقم ديال الرميد غتصيفطو في رساله ل 1212، فقط الرقم، ما غادي تصيفط لا تساؤلات، ما غادي تهضر، ما غادي تقول لا كيفاش غادي دير، ما والو، غتصيفط الرقم ديالك ديال الرميد فقط في رساله ل 1212، ما تكثرش. المهم غير الرقم ديال الرميد بوحديته في رساله ل 1212. هما سمعت غادي يكون الاجل ديال سيمانه، المهم باش تعرفوا اللي كاين الاجل ديال من هنا سيمانه، يعني من هنا سيمانه غادي يكون الرد. جميع الاسر اللي عندها الرميد غادي يستافد بلا ما يقيس واش انا غنستافد ولا ما غنستافدش، خويا واش كلشي غادي يستافد، كاع الناس اللي عندها بطاقه الرميد غادي تستافد، واللي اللي عندها بطاقه الرميد اما تكون خدامه من جونفي تسالات، واخا تكون تسالات في جونفي 2020 يعني ولا في ديسمبر 2019، ولا الناس اللي مازال خدامه هما اللي غادي يستافدوا. بالنسبه للناس اللي ما عندهم اللي تسالات لهم بطاقه الرميد قبل جونفي 2020 ولا ما عندهمش، هذوك جايين في المرحله الثانيه مازال ما قالوش شي خبر اللي هو مؤكد، شي حاجه اللي هي مؤكده ما كايناش، ولكن كاين بان غادي حتى هما غادي يستافدوا من الدعم. النهار غادي يقولوا كيفاش غادي يستافدوا من الدعم، غادي نخرج غادي نقول لكم كيفاش غادي تستافدوا من الدعم هذا. المهم هذا فيديو خفيف ظريف درته بالنسبه للناس تستافد باش توصل للناس، الناس اللي عندها بطاقه الرميد تمشي تصيفط رساله في 1212، رقم البطاقه ديالها ديال الرميد في 1212، من هنا سيمانه غادي يكون الرد، راه كلشي غادي يستافد من الدعم. وبالنسبه اللي ما عندهاش بطاقه الرميد، هادو بالنسبه للناس اللي كانوا كيسولوني خويا هشام حنا ما عندناش لا سي ان اس اس، خويا كي غادي نديرو خويا هادي حنا ما فكروش فيهم. المهم هادو الناس اللي خدامه اللي ما عندهمش لا سي ان اس اس، المهم
اللي عندهم بطاقه رميد دابا غادي يستافدوا في المرحله الثانيه. هذه المرحله الاولى. في المرحله الثانيه غادي يستافدوا الناس اللي ما عندهمش بطاقه رميد والناس اللي ما فحالهم حتى هما غادي يستافدوا. راه الدوله غادي تلقى لهم حل. المهم هضرنا الحمد لله وكنا كنهضروا على هادشي وهاد الناس خاصهم ياكلوا. هاد الناس الدوله استجبات للشعب ديالها وسيدنا الله ينصرو حتى هو استجب للشعب ديالو. المهم دابا هادي كمرحله اولى الناس اللي عندها بطاقه رميد انا كنقولها ونعاودها، الناس اللي عندها بطاقه رميد تصيفط رساله في 12 12، بطاقة ديال الرميد ديالها في رسالة إلى 12 12، فقط الرقم فقط إلى رسالة 12 12. من هنا سيمانة غادي يكونوا واقيلا غادي من هنا سيمانة غادي توصلوا اليوم 30 مارس، اليوم الاثنين 30 مارس غادي تبدا. خويا ولدي أنا سالت لي بطاقة الرميد في 2019 3، هادشي اللي قلت لك. هادو اللي تسالت لهم بطاقة الرميد قبل 2020 ولا اللي ما عندهمش هادو في المرحله الثانيه مازال ما قالوش شنو غادي يديروا معاهم، ولكن غادي تكون شي حاجه، كاينه شي حاجه قالوا غادي يديروا معاهم الحل 100% غادي يكون الحل. راه سيدنا الله ينصرو وكل شيء خدام. حنا دابا يد في يد حيت كندوزو واحد الازمه اللي هي صعيبه كما كتعرفوا، حنا كاملين يد في يد غادي نتعاونوا كاملين حتى غادي نخرجوا من هاد الازمه كاملين، يا غنموتوا كاملين يا غنبقاو كاملين. ما تخافوش الحمد لله ربي كبير، ما كاين ما غادي يضيع حتى شي واحد وما غادي ندوزو حتى شي واحد. المهم مازال غنهضر في واحد الموضوع ديال هادشي اللي التطورات اللي وقعات ديال هاد الفيروس وهادشي، ولكن ما نهضرش فيه في هاد الفيديو. هاد الفيديو خاصو باش ما نطولش على الناس، غادي نهضر فيه فقط على بطاقه الرميد وعلى الناس. بالنسبه للناس ديال لاسينيسيس خلاص هادوك راه غادي يستافدوا من الضمان الاجتماعي، داروا لهم مبلغ ديال 2000 درهم. بالنسبه للناس اللي عندهم بطاقه الرميد اللي سالات في ديسمبر 2020 ولا في جونفي 2000 في ديسمبر 2019 ولا جونفي 2020، واخا تسالات لهم غادي يستافدوا حتى هما. والناس اللي عندهم خلاص هما هذوك راه غادي يستافدوا. غتصيفط بطاقه ديال الرميد ديالك في رساله 12 12 من هنا سيمانه غادي يكون الرد، كلشي غادي يستافد من الدعم. وفي المرحله الثانيه الناس اللي ما عندهاش بطاقه الرميد ولا اللي تسالات لها قبل 2020 حتى هما غادي يستافدوا. الله يرحم والدينا الخوت، اللي دخل هذا الفيديو ما غادي يخسر والو، دير بارطاجي باش توصل. انا كنقول هضره وتنعاودها، ماشي عارف راسي تنقول هضره وتنعاودها باش الناس، حيت كاين الناس اللي ما قارياش، الناس اللي لا يحسن العوان ما كتفهمش مزيان، خاصك تشرح لها بشويه باش كتفهم. كاينين الناس كبار، كاينين الناس مساكن ما قاريينش، خاصك تشرح لهم بشويه بشويه. الرقم ديال البطاقه ديال الرميد، الرقم ديال البطاقه ديال الرميد ما نكذبش عليك انا ما عارفش الرقم كي داير، واش اللي تحت الصوره ولا مشيت. المهم يكون الماتريكول ديال كل بطاقه، غتلقى واحد الرقم غادي تصيفطو. انا خوتي كنقول هضره وكنعاودها باش الناس، كاين اللي ما قارياش، كاينين الناس كبار وكاينين الناس اللي ما فحالهمش ما قاريينش، الله يحسن العوان، خاصنا نشرحوا له بشويه بشويه باش يفهم. خويا بالنسبه راني قلتها، بالنسبه للناس الاغلبيه اللي ما عندهمش بطاقه الرميد راه غادي يستافدوا حتى دايرين لهم في المرحله الثانيه. دابا دي المرحله الاولى مزيانه، بعدا ها هما دو صحاب لاسينيسيس خداو 2000 درهم ياك. دابا صحاب الرميد غادي ياخذوا ديك المبلغ، جوج الناس 800 درهم، ثلاثه ديال الناس 1000 درهم، اربعه ديال الناس فما فوق 1200 درهم، مزيانه حتى هي. هما غادي ياخذوا المرحله الثانيه عاوتاني ان شاء الله، غادي يكون عاوتاني الناس اللي ما عندهمش بطاقه الرميد والناس اللي بيطاليين غادي يشوفوا لهم حتى هما حل مزيانه شويه بشويه. خاصكم تعرفوا واحد الحاجه، بان المغرب هادشي كامل اللي دابا ناض كيدير وكذا راه ما كاينش داير بحسابه، باش تعرفوها هادشي راه ما كاينش داير بحسابه. ولا جينا نشوفوا برافو بعدا تحركوا، بغيناهم يتحركوا على طول الوقت، ماشي حتى توقع شي ازمه ولا شي حاجه. المهم دابا راهم تحركوا. المهم مازال هاد اللايف هذا راه غير دايز، وهاد الفيديو غير بيع وجاله بالنسبه للناس، انا كنقولها وكنعاودها، بالنسبه للناس اللي عندهم بطاقه الرميد اللي تسالات في 2019 في ديسمبر 2019 شهر 12 2019 ولا في شهر 1 2020 ولا اللي مازال خدام عندهم لدابا، غيستافدوا من الدعم ديال الدوله اللي هو 800 درهم بالنسبه لجوج الافراد، 1000 درهم بالنسبه لثلاثه ديال الافراد، 1200 درهم بالنسبه لاربعه الافراد فما فوق. هذه اخبار مؤكده، غتصيفط رساله بطاقه الرميد ديالك في رساله 12 12 ومن هنا سيمانه غادي يكون الرد، كلشي غادي يستافد من الدعم. وبالنسبه للناس اللي ما عندهمش بطاقه الرميد وما خدامين ما والو، غيكون في المرحله الثانيه غادي يستافدوا من هنايا، على ما يدوزوا يستافدوا بعد هاد الناس، على ما يشوفوا شنو غادي يديروا معاهم، غادي يكون حتى هما لهم شي حل. المهم خوتي الله يرحم لكم الوالدين اللي وصلوا الفيديو، بغيت كلشي يدير بارطاجي. هذا لايف كما قلت لكم غير دايز، بلاتي شويه غادي يكون واحد اللايف وغادي يكون فيديو، غادي نهضروا على هذا الموضوع اللي وقع وعلى هذه الروينه اللي واقعه. المهم عينا نهضروا في هذه المواضيع هذه، تطبنا
على حالتك ما تسمعوا شي ارقام خياليه، انتم شروا ارقام خياليه. المهم المهم دابا ما نهضروش في هذا الموضوع. المهم دابا اللي مطلوب منكم، اللي كيعرف شي واحد عنده بطاقه سراميد يوصل له هذا الخبر، ولا اللي عنده بطاقه سراميد يصيفط رساله ديال البطاقه سراميد ديالو، الرقم ديال البطاقه في رساله 12 من هنا سيمانه يتسنى الدعم. وفي المرحله الثانيه مازال غادي يشوفوا مع الناس اللي ما عندهمش سراميد والناس اللي ما خدامش، راه غادي يكون حتى هما شي حل معاهم. صافي الخوت، الله يرحم لكم الوالدين، كل شيء بارطاجي في الخير، كل شيء بارطاجي في الخير. هادشي كيوصلنا، اللي كيوصلنا كنوصلوا الناس، عندنا على العاتق ديالنا بزاف ديال الناس كتبعنا. الامانه اللي عندنا هي نوصلوا لهم شي حاجه، اي اخبار كيف ما كانت خاصنا نوصلوها لهم. المهم خوتي ما نطولش عليكم، نتمنى لا فيديو تبارطاجا بزاف. غتلقاو لا فيديو حتى في اليوتيوب، غتلقاو لا فيديو في فيسبوك، في الانستغرام. المهم الاخبار خاصها توصل للناس اللي ما فحالهاش، الناس اللي عندها بطاقه الرميد. المهم ما نطولش عليكم، ونتشوفوا بلاتي شويه من هنا العشيه ولا شي حاجه، غادي نهضروا في واحد الموضوع. هاد الاوضاع المأساويه وهادشي اللي ولينا كنوصلوا له، وهادشي ديال السبيطارات وهادشي، هادشي بزاف غادي نهضروا عليه. تسناو الفيديو غادي نهضروا عليه ان شاء الله، غادي يكون دابا هذاك فيديو اولي. تسناو الفيديو في العشيه غادي نهضروا على هاد الكارثه وعلى هاد الاوضاع المزريه وعلى هاد اللي ولينا ضحكه. غادي تشوفوا نهضروا في هاد الاوضاع من هنا العشيه. خوت كان معكم هشام الاولي، تهلاو في راسكم، السلام عليكم.